بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حلقة اليوم سأتحدث عن Speech Recognition and Automation، أي التعرف على الكلام والحديث وتحويله إلى نصوص واستخدام هذه النصوص في عمليات الأتمتة. قبل البدء في كتابة الكود بنقوم بتثبيت مكتبة Speech Recognition. بنفتح نافذة التيرمينال وبنكتب الأمر التالي: pip install speech recognition. بنضغط نفتح الاكتال انتر. بيديني هنا رسالة requirement already satisfied، اي انه تم تثبيت هذه المكتبة في جلسة سابقة. بنغلق نافذة التيرمينال وبنبدأ في كتابة الكود التالي. بنكتب هنا عبارة import تستورد لي speech recognition في السطر اللي بعده، لكن هنا ممكن اعطيه الياس نيم as sr. في السطر اللي بعده بكتب import web browser as web كاسم ايضا الياس نيم. بعدها ادي عبارة if اذا وجدت underscore مرتين name underscore مرتين يساوي مرتين، وافتح هنا دبل كوتيشن underscore مرتين مين، يعني اذا وجدت الملف الرئيسي underscore مرتين، واعطي هنا كولو. استخدم هنا مسار اسمه path، مسار البرنامج اللي اقوم بعملية اتمتة له. فانا هنا هفتح ملف الجوجل كروم، اذهب لي جوجل كروم هنا موجود على سطح المكتب، اضغط كليك يمين، اختار هنا properties خصائص. بيعطيني هنا المسار متحدد مع الملف التنفيذي، اضغط كليك يمين واختار كوبي، واعود تاني الى البايثون شارم اديتور وكليك يمين هنا واختار بيست. بيقوم بلصق المسار الخاص بالملف التنفيذي. الخطوة التانية بقوم بتحويل الباك سلاش الى فورورد سلاش، فهنا حول دي فورورد سلاش ودي فورورد سلاش فورورد سلاش فورورد سلاش فورورد سلاش. واجي هنا بعد اكس ال اكستنشن اخذ مسافه واضغط هنا بيرسنت اس، يعني هدخل لك سترينج دلوقتي في هذا المسار اي اسم موقع تقوم بفتحه. بعد كده برجع من اول السطر بفتح متغير وليكن اسمه ار بيساوي الاس ار، استخدم هنا الالياس نيم الموجود هنا الاس ار اللي هو الخاص بالسبيتش ريكوجنيشن دوت، اضغط هنا ريكوجنايزر. يستخدم الميثود ريكوجنايزر واعمل هنا امبيتي براكتس. في السطر اللي بعده بعد ما حدد الميثود ريكوجنايزر اكتب هنا ويز اس ار دوت مايكروفون امبيتي براكتس، بحدد المصدر اللي سوف يتم منه التقاط الصوت، واعطي هنا الياس نيم از اس ار سي، وهنا اخد كله واطبع هنا برينت، اطبع ليا بين كوتيشن مارك سايلنت بليز، هدوء لو سمحتم سايلنت بليز، لان هنا هبدا في تشغيل الصوت. بعد كده ابدا في ضبط الاصوات اللي في الخلفيه اللي بنسميها الضوضاء، فبنستخدم هنا المتغير ار دوت ادجاست، اعمل عمليه ادجاست. ادجاست يعني اضبط فور امبيانت نويز، اي الضوضاء المحيطه حول المصدر اللي انا هلتقط منه الصوت. المصدر انا هنا سميته اس ار سي. حدد الديوريشن مقدار الاستغراق في هذه العمليه مثلا 1 سكند. في السطر الذي يليه بكتب هنا اوديو، افتح متغير مثلا اسمه اوديو مثلا اوديو 2 يساوي ار المتغير ار دوت ليسن، قم بالاستماع الى السورس اللي انا حددته هنا اللي هو اس ار سي. بعده اكتب هنا برنت، اطبع ليا هنا ان هنا بروسيسنج يعني بيتم عمليه التقاط الصوت، فاكتب هنا مثلا بيتم ريكوجنايزنج ناو، بيتم عمليه التقاط الان. بعد كده بكتب تراي عشان بعمل هنا مساله اخطاء، واكتب مثلا هنا ديستنيشن، افتح متغير اسمه ديستنيشن يساوي ار دوت ريكوجنايز من خلال جوجل، ويتم هنا عملية التحويل الملف الصوتي إلى تكست.
فالتكست انا هنا بلتقه من خلال ملف صوتي اسمه اوديو 2. بعده هنا بكتب print ارفع ليا الديستنيشن كنص، انا بقوله كصوت هو يحوله كنص، يبقى ارفع ليا الديستنيشن. بعد كده استخدم الالياس نيم ويب دوت، وهنا اكتب جيت المسج جيت، وافتح ليا المسار اللي انا حددته، والمسار هنا بيشير الى اسم الملف التنفيذي اللي انا هفتحه اللي هو الخاص بالجوجل كروم، وبعدين دوت اوبن، استخدم المسج الثانيه اوبن، افتح ليا المسار اللي انا همله لك صوتيا اللي هو ديستنيشن. طبعا هحول الملف الصوتي الاوديو هيحوله هنا الى تكست من خلال ريكوجنايز اندرسكور جوجل، بستخدم هنا اكسبت اداة الياس نيم از اي، وبعدين print اطبع ليا هنا الاكسبشن، واضغط run www.facebook.com. كما نرى فتح لي مستعرض الفيسبوك تلقائيا اوتوماتيك من خلال الاوامر الصوتية. لو انا عايز اعطي امر انه يفتح مستعرض جوجل بنضغط run www.google.com. فتح مستعرض جوجل. لو انا عايز يفتح مثلا مستعرض الياهو.com www.yahoo.com، فتح لي موقع yahoo.com. نجرب موقع اخر، لو انا عايزه يفتح مثلا موقع علي بابا www.alibaba.com، فتح لي موقع alibaba.com من خلال الاوامر الصوتية باستخدام speech recognition. لو عايز مثلا افتح موقع اقيس به سرعة الانترنت عندي نضغط run www.fast.com، فتح موقع لقياس سرعة الانترنت عندي، وهكذا بالنسبة لباقي الاوامر. ممكن استخدم السبيتش ريكوجنيشن مثل كورتانا في ويندوز 10، ان انا اكتب اكواد من خلالها اعمل سبيتش ريكوجنيشن للحديث او الاوامر وتحويلها الى اوامر، وطبعا ان شاء الله هدي كتير امثلة كتير على استخدام السبيتش ريكوجنيشن وكيفية استخدامها في اعطاء اوامر لفتح تطبيقات معينة مثلا تطبيق الوورد، واكتب من خلاله باستخدام الصوت فقط بدون ان انا استخدم لوحة المفاتيح، او اعطي اوامر انه يفتح البريد الالكتروني او يفتح الفيسبوك او يفتح اي تطبيقات، واستكمل باقي الاوامر في الاغلاق وغيرها من الاوامر مثل كورتانا. ودي ممكن تكون مفيدة للناس ذوي الاحتياجات الخاصة اللي عايز يستخدم التطبيق الصوتي او السبيتش ريكوجنيشن في اعطاء اوامر للكمبيوتر او اعطاء اوامر لجهاز المحمول او التابلت في تنفيذ بعض المهام. ان شاء الله ساضع لك هذا الكود في وصف البرنامج اسفل الفيديو ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.